هنا لا يحق لنا الحكم على واحد الشخص احنا ما كنعرفوش، ليس دفاعا عنه لا، وانما احتراما للمبادئ والاخلاق ديالنا احنا كمجتمع. فقه ماشي من والا غادي يخرج ويبقى يصدر في الاحكام ديالو ويبقى يصدر في سميتو، لا راه هنا اللي كنخسروا حنا المجتمع ديالنا. خرجوا كلهم كي حنا داك النوع اللي كنتسناو البقره تطيح نقوي حنا جناو، تسناو البقره تطيح نقوي حنا جناو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا ميديا لايف على التواصل، شكرا على تسليط الضوء على مسألة اللي كتهم الرأي العام وكتهم عدد كبير من واحد شريحة كبيرة من المجتمع المغربي، اللي بالأخص كتسول دائما المسألة ديال التجميل وما إلى غير ذلك. الموضوع ديالنا هو حسن تازي، دكتور اللي معروف بالتجميل، الملقب بطبيب الفقراء. الموضوع وما فيه هو ان هاد السيد هذا مؤخرا كتخرج في السوشيال ميديا وحسب المعطيات اللي معطيه في جميع الجرائد على انه ارتكب بعض الجرائم اللي هي تهم ثقيله، ويعني تهم ماشي سهله، منها التجاره في البشر، منها النصب والاحتيال، منها واحد العدد كبير. ربما هذه مساله اللي احنا ما عندناش حق اننا نحكموا فيها، هذه مساله في طور الابحاث، كاينه شرطه قضائيه، كاين قضاء، كاين النيابه العامه، كاين بزاف ديال الحوايج. كل متهم بريء حتى تظهر ادانته او لا حتى تثبت ادانته. المساله ديال الابحاث السريه وما الى غير ذلك، هذه كتعلق بجهاز خاص، الله يسهل والله. يعني شوف، حتى الا كان بريء نتمنوا له البراءه، الا كان مذنب غادي ياخذ الجزاء ديالو، وهذه مساله مفروغ منها. المساله اللي تارت انتباه ديالي انا واللي خلاتني كان فعلا غادي نخرج ونتكلم، وهي بعض المنابر اللي نقدروا نقولوا عليها منابر الكترونيه ونقدروا نقولوا غير هذوك اليوتيوبر، كاين اللي خرج وصدر الحكم ديالو، نصاب صراخ شفار دار. علاش شكون انت اللي كتحكم؟ شكون انت؟ ماشي شوف هذه والله ما تعاطف والله ما تضامن، شوف اللي دار الذنب يستاهل العقوبة، هذه مسألة مفروغ منها ومعروفة. لكن الحكم في أمور اللي باقا كتبحث وباقي فيها أبحاث وباقي فيها دراسات، باقي فيها بزاف د الحوايج، كيحقش لينا حنا باش نوضو نحكمو بها. عدد قلت لكم ديال اليوتيوبر، عدد ديال دوك المؤثرين الاجتماعيين اللي كيظهروا في السوشيال ميديا، خرجوا كلهم كي حنا هذاك النوع اللي كنتسناو البقره تطيح نقوي حنا جناوه. هذه امور عاديه كتوقع، ماشي غير دكتور بوحدو او لا واحد الطبيب ديال سميتو اللي طاح في المساله ديال انه نصب واحتيال، فنانه وزاره وكلاء مالك، واحد العدد ديال الناس اللي طاحوا في هذه الامور. ها ما نبقاوش نسبقوا حنا الحكم، ما نبقاوش حنا نسبقوا المسائل اللي هي في القضاء، ومسائل اللي عندها البحث ديالها وعندها خصوصياتها في الابحاث ديالها، عندها السريه ديالها، عندها الملابسات ديالها. راه كاين قوانين، راه كاين فصول وقوانين اللي كتحكم في هذه الامور. حنا لا يحق لنا الحكم، حنا يحق لنا الانتقاد ونتكلموا وندويو. مثلا غادي تقول لي هذاك الشيء اللي كيدير داك السيد واش حلال او لا حرام، كاين داوي الفقه، كاين داوي الاختصاص، هما اللي كيدوا في هذا الموضوع كيقولوا لنا حرام، اذا راه حرام، ولكن حيثيات ديالها والبحث ديال البحث المتعمق فيها داوي الاختصاص هما اللي عارفين، وهما الناس اللي عندهم في الفقه. ماشي من والا غادي يخرج ويبقى يصدر في الاحكام ديالو ويبقى يصدر في سميتو، لا راه هنا اللي كنخسروا حنا المجتمع ديالنا. الحسن التازي الا كان مرتكب شي فعل جرمي اللي هو خطير، راه كاينه النيابه العامه، راه كاينه الشرطه القضائيه، راه كاين الابحاث، راه كاين القضاء في اخر المطاف، من قاضي التحقيق الى القاضي اللي غادي يصدر الحكم. احنا ما كنحكموش وما لا يحق لنا الحكم، فقط النقاش ديالنا في كيكون النقاش ديالنا كيكون في
هذيك القضيه اللي كنسمعوا المتاجره في البشر. هنا كنوليو كنطرحوا السؤال، اين تلك الاجهزه التي تراقب مثل هذه الجرائم؟ حيث الدكتور التازي او لا غيره سنين هذه هو خدام، سنين وهو يتاجر في اعضاء البشريه او لا في البشر، سنين هو كينصب اذا كانت فعلا تهم ثابته. لكن اين هي الاستباقيه كما كتوقع لنا الاستباقيه في اننا نطيحوا خليه ارهابيه؟ هنا كيطرحوا بزاف ديال التساؤلات. المساله الضروريه اللي خاص حتى الجمهور او لا الشعب او لا المجتمع ينتبه لها، وهي ما نبقاش غير يعني غير طالق ومضيع وصافي وكنهضر وكنتكلم وكندير بالبالة ونخلق الفتنة ونخلق تأثير على الرأي العام. لا، نتسناو يصدر الحكم، وديك الساعة غادي نعرفو، وديك الساعة غادي نفهمو، وديك الساعة يحق لنا الكلام من بعد الحكم. وراه الأحكام ما كتوقفش عند الابتدائية، كاين الاستنافية وكاين نقد الإبرام. هنا لا يحق لنا الحكم على واحد الشخص احنا ما كنعرفوش، ليس دفاعا عنه لا، وانما احتراما للمبادئ والاخلاق ديالنا احنا كمجتمع. خصنا نحترموا نفوسنا، خصنا نعرفوا اش كنقولوا. ربما استوفينا الكثير في هذا الموضوع هذا، واعطينا يعني ما يفيد في الموضوع، او لربما حيتيات اللي كتدور بجوانب الموضوع. اما المساله ديال الموضوع ديال الحسن التازي طبيب اختصاصي في التجميل، وكذلك هو ملقب بطبيب الفقراء، فهذه مساله كاينه في يد القضاء، والقضاء له الحق في انه هو الوحيد اللي يصدر الاحكام ديالو. كاينين النيابه العامه، كاين الابحاث، نخليو الناس تشتغل في صمت وتشتغل في اريحيه. كان معكم دريس وغريس، الرئيس الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب عمالة محمدي، والمنسق الوطني للمنظمة. تحياتي لجميع مشاهدي ومتتبعي قناة ميديا لايف.